الحادية عشر من ديسمبر ذكرى مجيدة تتجدد، ستظل تنير دروب العزة والكرامة لأبناء عمان الأخيار، وستظل معانيها منهجا للتضحية والفداء، كما ستبقى مآثرها الخيرة تعم أرجاء الوطن المعطاء. وبهذه المناسبة الجليلة يوم قوات السلطان المسلحة، احتفل صباح اليوم سلاح الجو السلطاني العماني بقاعدة السيب الجوية تحت رعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني. بمناسبة يوم قوات السلطان المسلحة يشرفني أن أرفع للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظ الله ورعاه أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة هذا اليوم المجيد. ويحتفل سلاح الجو السلطان العماني بما تحقق له من منجزات عديدة وتنمية شاملة في جميع المجالات للذود عن هذا الوطن ومكتسباته. يأتي احتفال سلاح الجو السلطان العماني بهذه المناسبة ترجمة للاهتمام السامي الذي يوليه مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بالمؤسسات العسكرية والأمنية إيمانا من لدن جلالته بدور هذه المؤسسات في حفظ تراب هذا الوطن وسمائه وبحاره. يأتي احتفال سلاح الجو السلطاني العماني بذكرى الحادي عشر من ديسمبر تأكيدا لاعتزاز منتسبي السلاح بهذه الذكرى المجيدة وبمآثرها الخالدة، وتتويجا للتضحيات الجسيمة والبطولات العظيمة لأبناء عمان البواسل في ميادين الشرف والفداء، لتظل هذه التضحيات سجلا ناصعا لوطنهم وتاريخا مشرفا تستنير به الأجيال الحاضرة والقادمة لمواصلة دروب البناء والعطاء والمجد والسؤدد، ولتبقى عمان المجد طاهرة منيعة أبية. بمناسبة احتفال سلاح الجو السلطان العماني بيوم القوات المسلحة الحادي عشر من ديسمبر، واحتفاء بهذه المناسبة أقام سلاح الجو السلطان العماني معرضا يبرز فيه أهم الأدوار للأقسام الموجودة فيه وأهم التقنيات الحديثة في هذا السلاح. الاحتفال تضمن عرضاً عسكرياً بالمشاة الصامتة، بعدها قدمت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني عرضاً موسيقياً اشتمل على عدد من المعزوفات الموسيقية المتنوعة، كما تضمن الاحتفال عرضاً مظلياً واستعراضاً لبعض الطائرات المقاتلة بالمرور في سماء ميدان الاحتفال. وقد عكس الاحتفال مدى القدرات العالية التي يتمتع بها منتسبو سلاح الجو السلطاني العماني، إلى جانب التطوير والتحديث في المعدات والآلات والأنظمة الجوية المتقدمة التي تواكب متطلبات العصر الحديث. شارك النادي العلمي في المعرض المصاحب للاحتفال بيوم قوات السلطان المسلحة، وتأتي المشاركة لإبراز أهم الابتكارات والتقنيات الحديثة المبتكرة من قبل منتسبين السلاح. سلاح الجو السلطاني العماني ومنتسبوه الأوفياء وهم يحيون هذا اليوم الأغر ليجددون لجلالة القائد الأعلى حفظه الله العهد والولاء، وليواصلون قدسية القيام بواجبهم في الذود عن حياض الوطن وحماية منجزاته ومكتسباته. من قاعدة السيب الجوية بمحافظة مسقط، النقيب سعيد بن ناصر الشبيبي.